عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سلطنه في الدار. الحلقه ديال اليوم غادي تكون حاضره معنا واحد الضيفه اللي دخلت البيوت ديالكم من خلال فيلم سلامات ابو البنات. هاد الضيفه حبيتوها ولقات واحد الضجه مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. الا بغيتوا تعرفوا على سلمى صلاح الدين كيفاش كدير دوز النهار ديالها خلال فتره الحجر المنزلي وبالضبط في هذا الشهر الكريم، خليكم معنا ما تمشيو لي. كوكو يا تبلي، مرحبا بك. نهار كالعادة عندي هويا في الدار. سلمى، شكرا لك على قبول الاستضافه. وواحد السؤال بيان سور يكون كيدور في بال مجموعه ديال الناس اللي متبعينك، شكون هي سلمى؟ دونك معكم سلمى صلاح الدين، في عمري 23 سنه، كنسكن بمدينه الدار البيضاء، الاصل ديالي من مكناس. عندي بكالوريا سيانتيفيك ودرت عامين مورا الباك ديال اوتيس دو لير. بالنسبه لك انت سلمى، قبل تدخل المجال ديال التمثيل، شنو هي الاعمال اللي بديتي بها في لا كارير ديالك؟ الأعمال اللي قدمت النهار اللي بديت بالإشهارات لعرض الأزياء، مثلت في بزاف ديال لي فيديو كليب، وكنت كنخدم اوطون كو ريسبونسابل كاسينغ مع لي زاجونس ديال ليفينمونسيال اون فريلانس. بالنسبة لك انت يا سلمى، كيفاش كديري دوزي فترة الحجر المنزلي بالضبط في رمضان؟ الصراحه النهار ديالي كيدوز في الحجر الصحي، زعما كاين النهار عادي كنحاول نعمر وقتي، سواء كان بالقرايه سواء كان بالطياب، شي هوايات جداد، سبور، التلفازه، كنتفرجوا في افلام، يعني كنحاولوا نعمروا الوقت ديالنا باش ما يجيناش الملل. شفناك مسلسل سلامات ابو البنات، كتدي دور داك البنت اللي شقيه اللي كدير غير اللي قلى دماغها وما حدقاش، هادشي بان لينا في المسلسل. وسلمى في الحياه اليوميه ديالها بحال هكا؟ خاصكم تعرفوا واحد الحاجه بلي سلمى مختلفه تماما على الشخصيه ديال نسرين. سلمى هي العكس ديال نسرين. انا ديما في الكوزينه، ما كنتفرقش على الكوزينه، انا اللي كنطيب في الدار، و فريمون الشخصيه ديالي مختلفه، يعني ما كنفكرش غير في راسي، بالعكس كنفكر في عائلتي بزاف، وكنسبق كاع الناس الحباب ديالي عاد كنفكر في راسي. هذيك انت يا سلمى، شنو هي الاكله اللي ما يمكنش تستغني عليها في طبله الافطار؟ صراحة الأكلة اللي عمري ما نستغنى عليها في الفطور هي البطبوط. بطبوط معمر، يعني سواء كان بالكفتة سواء كان بالطون، المهم كيسطيني البطبوط معمر والحريرة. نولي ورجعوا للمسلسل اللي بنتي فيه واللي بزاف الناس بغاوك فيه، دوي لينا على التجربة ديالك في هذا المسلسل أكثر. ابو البنات صراحه كانت تجربه رائعه، ما الصراحه ما كنتش كنتظر غادي تدوز بحال هكاك، حيت لقيت مع ناس بروفيسيونيل واللي هما شجعوني وحرصوا باش نعطي كل ما عندي في هذه السلسله. ومن الناس اللي فريمون تقربت ليهم بزاف هي فاطمه الزهراء بلدي، كنشكرها بزاف حيت كانت ديما بالقرب ديالي وكتنصحني، وهي وسعديه لاديب وجيهان كيداري، وبيان سور محمد خويا، يعني شكون اللي هو غني على التعليم، تبارك الله هو مدرسه، علمني بزاف ديال الحوايج، وكنوجه تحيه كبيره لكاع الطاقم التقني اي سورتو هشام الجباري، انسان رائع ولطيف وحنين وكيعرف يتعامل مع الناس اللي خدامين عنده. اكيد بغينا نعرفوا كيفاش كانت ردة فعل الاصحاب ديالك والاصدقاء ديالك ملي شافوك بهذا المسلسل هذا، وكتأدي يعني الدور ديال واحد الفتاة اللي متأجرفة نوعا ما. صراحه ردة الفعل ديال الناس كانت ايجابيه، الحاجه اللي خلاتني فريمون نزيد الثقه في النفس ديالي اكثر وشجعتني، وفريمون كنتمنى نكون على حسن ظنهم. شكرا لك مره اخرى، وغنخلي لك كلمه اخيره للجمهور ديالك. كنبغيكم بزاف، كنوجه لكم تحيه كبيره كاع الناس اللي متبعاني، لعائلتي والاصدقاء المقربين ليا، ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا لكم بالصحه والعافيه، وما تنساوش بقاو في داركم. اذا مشاهدينا، كنتمنى على ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونضربوا لكم ان شاء الله موعد في الحلقه الجايه مع ضيف جديد.